يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم غاية في الأهمية لأنها بتسبق ساعات قليلة جدا من انطلاق مباراة اليوم، وهي مباراة التتويج بإذن الله تعالى ببطولة الدوري ما بين الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة من الجولة رقم 27 من بطولة الدوري اللي بيسعى النادي الأهلي من خلالها أن هو يحسم اللقب رسميا عشان ينتهي من الملف المحلي ويتفرغ تماما للتحدي الأفريقي بإذن الله تعالى. بالتالي هيكون عندنا كواليس كتير جدا جدا لما قبل هذه المباراة على مدار حلقة اليوم من الترند. بالتالي السؤال متعلق بهذه المباراة وتوقعات حضراتكم اللي هتقولوها من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وتوقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي والاتحاد السكندري. إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويحسم اللقب بإذن الله تعالى عشان يضاف لدولاب ألقاب النادي الأهلي ويكون البطولة رقم 42 في تاريخ النادي الأهلي تحديدا في بطولات الدوري المصري الممتاز. هنتفاعل مع حضراتكم وحركاتكم تتفاعلوا معانا ونشوف ردودكم وتوقعاتكم مع نهايه حلقه اليوم باذن الله تعالى. البدايه دايما بتكون باهم ترندات الحلقه، يلا بينا. في ترند الاهلي الليله، الاهلي يلاقي الاتحاد في مباراه التتويج. الترند المحلي، اتحاد الكره يعلن عن مباريات الدوري المتبقيه. أما في الترند العالمي اليوم، ختام الجولة الأولى للدوري الإنجليزي. طيب النهاردة في عدد من المباريات، وتحديدا هقول لحضراتكم المباريات اللي هتجرى في الدوري الإنجليزي وأيضا الدوري المصري لأن الأمور بتهمنا في الحقيقة. النهاردة الدوري الإنجليزي فيه مباريتين عشان تختتم الجولة الأولى بعد انطلاق الدوري الإنجليزي الموسم الجديد. شيفيلد يونايتد هيلاعب ولفرهامبتون في تمام الساعة 7 مساء على ملعب شيفيلد، وأيضا برايتون هيلاعب تشيلسي الساعة 9 وربع مساء على ملعب برايتون. وتشيلسي المليء بالنجوم والتعاقدات الجديدة، بعضهم مش هيشارك لكن البعض الآخر هيكون متواجد بشكل أساسي في تشكيلة تشيلسي اليوم. ده فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. الدوري المصري في ثلاث مباريات، اهمهم طبعا مباراه الاهلي والاتحاد، دي هتكون الساعه 8:30 بالليل، ومباراه الحرس الحدود مع المصري دي بتقام في هذه اللحظات وابتدت في تمام الساعه 3:30 عصرا، والتعادل حتى الان ايجابي 1-1، واحمد شرويده كان احرز هدف لحرس الحدود واحتفل على طريقه مؤمن زكريا اللي بنتمنى له السلامه باذن الله والشفاء العاجل. ومباراه اخيره او اخرى هتكون النهارده في تمام الساعه 6 مساء ما بين اسوان وطنطا، ده فيما يتعلق بمباراه بطولة الدوري المصري الممتاز. عندنا فقرات وأخبار كتير جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، وتحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي النهاردة لأن هي حلقة خاصة تحديدا بخصوص مباراة اليوم ما بين الأهلي والاتحاد، واللي ربما بإذن الله تعالى الأهلي يكون موفق فيها، فكلامنا هيكون محدد في هذا الاتجاه بإذن الله تعالى وآخر كواليس النادي الأهلي قبل انطلاق هذا اللقاء. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن مواعيد الجولات المتبقيه من بطوله الدوري الممتاز. هو الغريب بصراحه ان هو اعلن الساعه 1 بالليل او 2 بالليل، فده كان توقيت غريب ومش اول مره تحصل بالمناسبه، ما اعرفش ايه وجهه النظر في كده، لكن في كل الاحوال هم اعلنوا عن الجولات المتبقيه بمواعيدها فيما عدا الجوله الاخيره من بطوله الدوري الممتاز، وده علشان يعني تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص، ان في الغالب هيكون، وده بنسبه 99% هتكون مباريات الجوله الاخيره كلها في مواعيد او في ميعاد واحد بالنسبه لكل المباريات لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الجدول اللي تم الاعلان عنه بالامس بالنسبه لكل المباريات لكل الفرق بشكل عام لما تبقى من بطوله الدوري الممتاز. لكن الاهم بالنسبه لي طبعا مباريات النادي الاهلي وجدول مبارياته خلال الفتره اللي جايه، وانا عايز اعرضه كمان لحضراتكم عشان نبقى عارفين ايه اللي جاي لنا خلال المرحله اللي جايه. باذن الله تعالى الاهلي يكون حسم اللقب النهارده ان شاء الله، حتى لو لا قدر الله لم يوفق النادي الاهلي في مباراه اليوم، فرصه امامه ان هو يحقق خلال المباراه المقبله يعني. لكن ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، يعني بتكلم في الجزئيه دي تحديدا، خصوصا ان احنا بنقابل فريق كبير جدا زي فريق الاتحاد السكندري، فريق محترم عنده امكانيات مميزه، لاعبين جيدين، مدير فني ممتاز كابتن طلعت يوسف، مباراه صعبه جدا، اتحاد بجمهوره يعني تاريخ كبير، فبالتالي تعتبر المباريات الكلاسيكيه في الدوري المصري. طبعا ده جدول مباريات النادي الاهلي تحديدا. الاهلي هيلاعب المقصه
يوم 19 سبتمبر الساعه 8 في استاد القاهره، دي الجوله 28. الاهلي هيلاعب نادي مصر يوم 23 سبتمبر الساعه 8 الجوله 29 في استاد الكليه الحربيه، وبعدين هنلاعب طنطا، الاهلي يلعب طنطا يوم 27 الساعه 5:30 في الجوله 30 استاد غزل المحله. بعد كده هيكون عندك المقاولين يوم 4 اكتوبر الساعه 8 في الجوله 31 استاد القاهره، وهتروح تلاعب انبي الساعه 8 يوم 7 اكتوبر في الجوله 32 في استاد الاهلي، وبعد كده هتلاعب بيراميدز في قمه الجوله دي اكيد في الجوله 33 يوم 11 اكتوبر الساعه 8 على استاد القاهره، واخر مباراه محدده ده فيما يتعلق كمان بكاس مصر، لان يعني برضو مواعيد كاس مصر دور 16 تحديدا تحددت، الاهلي هيلاعب الترسانه يوم 30 سبتمبر الساعه 8 في دور 16 من بطوله كاس مصر على استاد الاهلي والسلام. كده هيبقى متبقي للاهلي مباراه وحيده بعد الاعلان عن هذا الجدول، هي مباراه طلائع الجيش في نهايه بطوله الدوري اللي باذن الله باذن الله هتكون في توقيت واحد مع بقيه المباريات في هذه البطوله. وفي كل الاحوال المباريات المتبقيه ان شاء الله في بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي هتكون خير اعداد للتحدي الافريقي اللي هو الاهم والاصعب والاقوى بكل تاكيد، ومنتظر جدا جدا من قبل جماهير النادي الاهلي ان الفريق يحقق هذا اللقب في صعوبه كبيره جدا تحديدا في البطوله دي في ظل تواجد منافسه قويه جدا مع الثلاثي المتواجد مع النادي الاهلي سواء الزمالك الرجاء الوداد. التركيز هيكون على مباراه الوداد الاول، نحسم بس الدوري واحده واحده هنخش في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله الاهداف كلها تتحقق لجمهور النادي الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل. يلا طيب، الترند بالنسبه لي النهارده هي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري لان هي مباراه بطوله. احنا دايما معودينكم فقره الترند دي ان بيكون عندنا بعض الاخبار او بعض التعليقات على امور ممكن تكون بتخص النادي الاهلي، لكن كل حاجه هتبقى في وقتها وكل التفاصيل اللي حضراتكم حابين تعرفوها هيكون في وقتها، لكن الاهم بالنسبه لنا كلنا النهارده ايه، هي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري لان هي مباراه بطوله باذن الله يقدر النادي الاهلي من خلالها يحسم لقب بطوله الدوري الممتاز. على مدار اليومين اللي فاتوا التدريبات تعتبر كانت مغلقه بالنسبه للنادي الاهلي، الفريق كان متواجد هناك في برج العرب بيستعد لهذه المباراه بعد الانتهاء من المباراه السابقه امام الاسماعيلي واللي ادى فيها الاهلي بشكل ممتاز في الحقيقه تحديدا الشوط الثاني، والنتيجه كانت كبيره على فريق كبير زي فريق الاسماعيلي بنتيجه 3-0 وصعوبتها في ان هي باذن الله مباراه الحسم ويقدر من خلالها النادي الاهلي يحسم كمان ارقام قياسيه كتير جدا مهمه. ده جدول بطوله الدوري وطبعا بيتصدره النادي الاهلي برصيد 71 نقطه بفارق عدد كبير من النقاط عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك اللي عنده 55 نقطه ولعب مباراه ازيد كمان عن النادي الاهلي اللي هي مباراه الامس امام الانتاج الحربي وقدر ان يفوز فيها بنتيجه 1-0. الاهلي هيعادله في المباريات النهارده بعد انتهاء من مباراه الاتحاد السكندري. بيجي المقاولين العرب اللي عاملين موسم اكثر من رائع في الحقيقه مع كابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق، وهم في المركز الثالث عندهم 47 نقطه، والبيراميدز كمان في المركز الرابع عندهم 45 نقطه، والاتحاد السكندري في المركز الخامس. صراع البقاء في بطوله الدوري حتى الان يعني في بعض الفرق اللي يعني من المفترض ان هي ما تبقاش موجوده في المنطقه دي تحديدا المصري البورسعيدي 25 نقطه في المركز ال 16، نادي مصر في المركز 17 19 نقطه، وفي المركز الاخير فريق طنطا ب 17 نقطه. ده فيما يتعلق بجدول بطوله الدوري حتى الان، واللي ربما يحسم اليوم بفوز النادي الاهلي وحسم اللقب من خلال مواجهه الاتحاد السكندري. فيما يتعلق كمان بتاريخ مواجهات الفرقتين الاهلي والاتحاد، لعبوا قبل كده مع بعض 117 مواجهه، عدد كبير جدا من المباريات ويدل على مدى اهميه هذه مثل هذه المباريات ما بين فرقتين كبار جدا في الكره المصريه الاهلي والاتحاد السكندري. 117 مباراه الاهلي فاز في 77 مباراه، في المقابل الاتحاد السكندري فاز في 16 مباراه، التعادل كان حاضر في 24، واهداف للنادي الاهلي 199. يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي النهارده يقدر يحرز الهدف رقم 200 في تاريخ مواجهات الفرقتين وربما يعدي كمان العدد ده، وفي المقابل الاتحاد السكندري احرز في شباك النادي الاهلي 73 هدف. اكبر انتصار للاهلي كان بنتيجه 6-0 واكبر انتصار لفريق الاتحاد السكندري كان بنتيجه 4-1، ده بخصوص تاريخ مواجهات الفرقتين. طيب
احنا عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر ونطمن على اخر استعدادات الفريق قبل التحرك لاستاد الجيش ببرج العرب اللي هيستضيف هذه المباراه. عشان كده عايز اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد حاليا في مقر اقامه الفريق. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، والنهارده ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يا كريم، قول لنا كل الكواليس اللي بتسبق هذه المباراه واخر استعدادات النادي الاهلي ليخوض هذا اللقاء. يعني نقدر نقول طبعا في البدايه اختتم النادي الاهلي استعداداته هنا في الاسكندريه، انت عارف طبعا زميلي امير عقب انتهاء مباراه الاسماعيلي استمر النادي الاهلي هنا في معسكر في فندق الاقامه، وايضا كمان كان في تدريبين يوم السبت ويوم الاحد، استعد بشكل كبير جدا النادي الاهلي وتابع كل المباريات الخاصه بفريق الاتحاد السكندري، يعني نقاط القوه والضعف الثغرات كل الامور الخاصه بفريق الاتحاد السكندري، لان النهارده هتكون مباراه صعبه، احنا عارفين طبعا اهميه هذه المباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لان النهارده تكون مباراه التتويج وده املنا الكبير وثقتنا الكبيره في كل لعيبه النادي الاهلي، ثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله خلاص ينهي بطوله الدوري العام نادي الاهلي يحصل على لقب بطوله الدوري العام ان شاء الله النهارده الدوري الخامس المتوالي، وده يمكن ارقام قياسيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، وصلنا كمان لرقم 74 ان شاء الله النهارده، ده امر مهم جدا والرقم ده عزيز علينا وعزيز على كل جمهور النادي الاهلي، رقم طبعا شهدائنا اللي بتغمدوا طبعا في الجنه ان شاء الله باذن الله، فكلها دوافع كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي واللعيبه معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، عارفه ان شاء الله باذن الله النهارده نقاط المباراه تكون المكسب ان شاء الله ومع التتويج، فاكيد كل الامور باذن الله بنتمناها تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي ان هو يكون مركز اداء ونتيجه باذن الله يسعده كل جمهور النادي الاهلي. عايز اتكلم بشكل عام طبعا على الترتيبات والتحضيرات الخاصه هنا في فندق الاقامه، انت عارف طبعا يمكن مستر ريني فايلر كان عيد ميلاده امس، ويمكن اكيد طبعا كانت لفته طيبه جدا من كل لعيبه النادي الاهلي احتفلوا بيه النهارده على هامش طبعا التدريب الاخير امس، لكن خلاص بقى اتقفلت هذه الاحتفاليه تماما في دقائق بسيطه جدا، وابتدى النادي الاهلي يخش سريعا في اجواء المباراه، يمكن اجتمع بيهم صباحا مستر ريني فايلر اكد على اهميه المباراه وعدم الاستهانه بفريق الاتحاد السكندري، عندهم طبعا مدرب مميز جدا كابتن طلعت يوسف، فاكيد هيكون في شغل فني كبير ومحتاجه مجهود كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، ده الامر اللي اكد عليه مستر ريني فايلر سواء في المحاضره اللي بدات صباحا والمحاضره كمان اللي هتكون الساعه 7 ل 5، انت عارف طبعا يعني نقدر نقول ان 7 و5 هيكون تحرك فريق النادي الاهلي، متعودين لما بيكون المباراه الساعه 8 ونص بتكون محاضره 7 الى 5، ثم بيتوجه فريق النادي الاهلي هنا في استاد برج العرب اللي هيستقبل هذه المباراه. عايز اكد كمان على نقطه مهمه جدا، احنا شفنا النهارده حسين الشحات ومحمد محمود وكريم نيدفيد متواجدين في معسكر فريق النادي الاهلي، يمكن سالنا طبعا يعني سواء كابتن سامي او كابتن سيد عبد الحفيظ اكد لنا ان اللعيبه انضمت من يوم السبت للتدريبات، كل لاعب طبعا عنده برنامج تاهيلي فلابد يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، وكمان النهارده ان شاء الله بناكد على يوم الاحتفال، النهارده يوم تتويج باذن الله، ده الهدف المطلوب لفريق النادي الاهلي، فلابد يكون كل اللاعبين متواجده ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، باكد لك ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي هتتحرك 7 الى 5 على ان تتوجه ان شاء الله باذن الله الى فندق الى استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه الهامه والمنتظره، عندها غيابات عديده زميلي امير هشام، لكن يعني خلاص زي ما بنقول الاهلي منحضر، كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير فنيا وبدنيا وذهنيا، غياباتنا طبعا يعني فنيا صالح جمعه ومحمد شكري ومحمد فخري، واستمرار زي ما اكدنا وقلنا محمد محمود وكريم نيدفيد وايضا كمان حسين الشحات. يعني عايز اتكلم سريعا على التشكيل المتوقع باذن الله للنادي الاهلي بشكل كبير جدا بقى يخوض بيها دي. بعد اذنك قبل ما نتكلم في التشكيل عايز اطمن على عمرو السوليه وموقفه ايه من مباراه اليوم ومدى تطور حالته الخاصة بالإصابة، وهل ممكن خلال الفترة اللي جاية أو إمتى يشارك مع الفريق؟ يعني نقطة مهمة جدا طبعا، يعني يمكن خرج عمرو السولية في المباراة الأخيرة، يمكن بعض الناس اتكلمت قال لك إن عمرو السولية جاهز، في تحفظ شوية عليه، لكن أقدر أقول لك عمرو جاهز بشكل كبير، لكن من الواضح إن هو مش هيكون يعني بادئ هذه المباراة أو في على دكة ألبودرا، لكن هو يمكن بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا، نقدر نقول الأشعة أثبتت خلاص انتهى الألم ليه بشكل كبير، لكن أنت عارف يعني الجاهزية الكاملة بالنسبة للاعب، لأن عندنا يعني المباريات القادمة وتحديدا كمان بقى البطولة الأفريقية، فمحتاج يكون اللعيبة في كامل جاهزيته، لكن عمرو السولية جاهز بشكل كبير جدا، لكن هو تحفظ فني وأيضا كمان جزء طبي، أنت عارف طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه التلاحم الكبير خلاص، يمكن جدول الدوري شفناه المباريات متلاحمه بشكل كبير جدا مع البطوله الافريقيه، لكن باكد لك عمرو السوليه جاهز، لكن لن يشارك سواء في المباراه بشكل رسمي او على دكه البدلاء، ده الامر اللي اكيد حابين نقوله، لكن خلاص بقى الكل جاهز، يعني القائمه فيها 22 لاعب هيخرج 2 لعيبه من القائمه 11 لاعب في الملعب و9 على دكه البدلاء، الكل جاهز ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي بقى من خلال التدريبات الاخيره اللي كانت يوم السبت والاحد، يعني نقدر نقول بشكل كبير جدا وبنسبه كبيره تشكيل فريق النادي الاهلي المتوقع سريعا، علي معلول طبعا الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمد هاني في المنتصف، حمدي فتحي وديانج على الاطراف، جونيور اجاييه، ويمكن الجانب الشمال هيكون
محمود كهربا او احمد الشيخ، ده اللي طبعا قدرنا ان احنا نصل ليه معلوماتنا بيه. وفي الهجوم محمد مجدي قفشه واليو بادجي، ده نقدر نقول التشكيله الاقرب لفريق النادي الاهلي، لكن باكد لك الكل جاهز. انت عارف ممكن يبقى في اي متغيرات من التحرك هنا الى الملعب، لكن دي التشكيله نقدر نقول بنسبه كبيره جدا ان شاء الله يكون مستر ريني فايلر موفق فيها، وايضا كمان تكون اللعيبه مهيئه ان شاء الله للحصول على الثلاث نقاط اللي باذن الله يكون النهارده يوم نصر ويوم فرحه ويوم سعاده على جمهور النادي الاهلي، ويحصل النادي الاهلي على لقب بطوله الدوري رقم 42 وللموسم الخامس على التوالي، ارقام قياسيه ان شاء الله بقى مع نهايه الدوري يقدر النادي الاهلي يحققها باذن الله. طيب كريم، عايز اسالك بالنسبه للحضور اللي هيكونوا متواجدين من مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص هذه المباراه، وخصوصا احنا عارفين طبعا ان هي مباراه مهمه جدا وهي مباراه اللقب، قول لي الاجواء عندك ايه ومين ابرز الحضور يعني في هذه المباراه؟ يعني طبعا بنأكد في كل مره ان المؤازره والمسانده من الكابتن محمود الخطيب ده خلاص امر منتهي ان شاء الله يكون متواجد النهارده، ودي معلوماتنا ان شاء الله كابتن محمود الخطيب مع بعض من اعضاء مجلس الاداره. يمكن شفنا المباراه الماضيه لسطر انديه عضو مجلس الاداره الاستاذ عامر فاروق بيكون متواجد، لكن الكابتن محمود الخطيب هيكون متواجد على راس الحضور كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ورسائله الدائمه والمسانده لفريق النادي الاهلي النهارده. انت عارف يوم تتويج، لكن مع النهارده بقى ممكن نشوف المجلس بالكامل متواجد النهارده ان شاء الله زميلي امير النهارده باذن الله. يعني الامل الكبير مع الاحتفاليه ومع التتويج، ثلاث نقاط مش بعيد على النادي الاهلي مع الاداء الرائع والمميز جدا في المباراه الماضيه مباراه الاسماعيلي، ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. حضور الكابتن محمود الخطيب والمجلس بالمجلس بالكامل امر كبير ودافع كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. على الجانب الاخر بقى اكيد يعني الحاج محمد صلحي بقى رئيس مجلس الاداره، مع هو طبعا هم منظمين المباراه، فاكيد ايضا كمان اعضاء مجلس الاداره بيكونوا متواجدين بالنسبه لفريق الاتحاد السكندري، لكن اللي يهمنا طبعا هو النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون يوم سعيد يوم نصر، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تسعد ملايين جمهور النادي الاهلي المنتظر هذا الدوري باذن الله. ان شاء الله يا كريم نفرح كلنا بعد المباراة باللقب رقم 42 من بطولات الدوري العام، ويكون لصالح النادي الأهلي ويحسم اليوم كمان عشان نتفرغ لما هو أهم وقادم إن شاء الله. يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق مباراة اليوم، مباراة الحسم ما بين الأهلي والاتحاد السكندري، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق ويقدر يحصد الثلاث نقاط ويحسم هذا اللقب الغالي. فاصل ونرجع نكمل. يلا طيب، من اهم فقرات الترند دايما هو ترند الاهلي والكلام اللي اتكتب على النادي الاهلي النهارده او في خلال اخر 24 ساعه تحديدا على السوشيال ميديا. الكل اكيد بيتناول مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، ونبتدي من الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي قال عدنا مع مباراه الحسم. الاتحاد الاهلي هيقابل الاتحاد استاد برج العرب الساعه 8:30 مساء، في تذكير لجمهور النادي الاهلي موعد هذه المباراه، واللي اكيد فاكرها كويس جدا ومستنيها عشان هي مباراه حسم بطوله الدوري باذن الله. حساب جول مصر على تويتر قال ان اللقب يدق ابواب الجزيره ان شاء الله على الاعتاب، الاهلي يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في تمام 8:30، الفوز يمنح المارد الاحمر اللقب 42 في تاريخه والخامس على التوالي باذن الله تعالى. ده بخصوص جول مصر وحسابهم على تويتر. خلينا نروح لحساب يلا كوره واللي بيتوقع تشكيل الاهلي لمباراه اليوم في مباراه الحسم زي ما هم وصفوها. تشكيل الاهلي في حراسه المرمى، ده بخصوص توقع حساب يلا كوره، في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ومحمد هاني، في نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، والثلاثي الامامي كل من جونيور اجايي، احمد الشيخ، والمهاجم اليو بادجي. ده توقع من قبل يلا كوره، لكن في المقابل في توقع اخر من حساب سوبر كوره على فيسبوك، واللي قال تشكيل الاهلي المتوقع وبخصوص مباراة اليوم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، أليو ديانج، حمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، أليو بادجي، وجيرالدو. هم هنا غيروا مثلا عن يلا كورة في جيرالدو، يلا كورة قالوا أحمد الشيخ، سوبر كورة قالوا جيرالدو. ممكن نتفاجأ مثلا بكهربا يبتدي مباراة اليوم في المكان ده، لكن هنشوف كلها طبقا لاختيارات مستر ريني فايلر في هذه المباراة. خلينا نروح لحساب الوطن سبورت واللي بيقول ان فايلر يدرس الدفع بالثنائي الهجومي امام الاتحاد لحسم الدوري. في كل الاحوال ايا كانت طريقه لعب مستر فايلر النهارده، الهدف واحد ومحدد في كل المباريات، ما بالك بقى لما تكون مباراه الحسم باذن الله لبطوله مهمه ومفضله لجمهور النادي الاهلي. هم هنا بيتطرقوا لاحتماليه الدفع بمروان محسن بجانب المتالق اليو بادجي كثنائي هجومي، والطريقه دي شفنا مستر ريني فايلر بيلعب بيها في المباراه ما قبل السابقه تحديدا واكثر من مباراه قبل كده،
ونجحت بشكل كبير. ومروان بالمناسبه يعني ابتدى استعاد ثقته الكامله في نفسه وفي قدراته، واكيد اضافه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه والمقبله. لكن كلها اختيارات هتكون على حسب استراتيجيه مستر ريني فايلر لمباراه اليوم، وعلى حسب كمان دراسته لفريق كبير جدا زي فريق الاتحاد السكندري وازاي يتعامل معاه. احنا هنترقب ونشوف الطريقه اللي هيلعب بيها مستر ريني فايلر. الهدف بالنسبه لنا والمنتظر هو حسم البطوله باذن الله. طيب نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي قال جلسات مكثفه لكبار الاهلي مع زملائهم لتحفيزهم للفوز على الاتحاد وحسم لقب الدوري. هم هنا بيتطرقوا لمدى اهميه هذه المباراه، بالتالي كبار الفريق مثلا وكباتن الفريق زي مثلا محمد الشناوي وليد سليمان احمد فتحي وعلي معلول طبقا اللي هم كاتبينه، يعني اجتماعات وجلسات مكثفه مع اللاعبين باقي الفريق بكل تاكيد عشان ياكدوا على اهميه هذه المباراه واهميه الحسم. هو يعني الموضوع مش محتاج جلسات في الحقيقه. طبعا الكباتن الفريق لازم بيبقى ليهم دور كبير جدا، لكن اللاعبين اكيد على درايه كامله باهميه هذه المباراه. بخلاف اهميه هذه المباراه، المهم بالنسبه لك انك تنتهي من ملف وتشيله من دماغك، تخلص من حاجه. يعني مباراه النهارده تحسم لك بطوله الدوري، تقفل الملف المحلي، هيبقى عندك هدف ان انت تكسب كل المباريات المقبله، لكن انت بتلعب باريحيه تامه في ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري. في نفس الوقت تبقى فرصه مستر ريني فايلر يقدر يجرب لاعبين، يجرب طريقه لعب قبل التحدي الافريقي ومباراه دور نصف النهائي امام فريق الوداد في منتصف الشهر المقبل شهر اكتوبر باذن الله تعالى. طيب ده بخصوص حساب الاهرام على تويتر. خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك، واللي قال كسر رقم الزمالك والحصول على اكبر عدد من النقاط في موسم واحد في الدوري رقم 42 قد يحمل للأهلي العديد من الأرقام القياسية. هنا بيتطرقوا للأرقام القياسية، ويعني طبقا للتصريحات لمستر ريني فايلر على مدار فترته بالكامل بقاله سنة دلوقتي مع النادي الأهلي، تصريحاته كلها يعني بتدل على عدم اهتمامه بالجزئية دي، أو حتى مش حاططها كأولوية بالنسبة له. الأولوية بالنسبة له البطولة، الأرقام القياسية بتيجي لوحدها. لكن بما أن الأهلي على اعتاب بعض الأرقام القياسية، فخلينا نتكلم في بعضهم حتى تتحقق ونأكد عليها بإذن الله تعالى. أول حاجة الحصول على اللقب قبل 7 جولات من خط النهاية، وأعتقد إن هي ما حصلتش غير مرة واحدة قبل كده على ما أتذكر، يعني في موسم 2004-2005 كان للنادي الأهلي برضو في الولاية الثانية المستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي. من ضمن الأرقام كمان الأهلي يمكنه الوصول حتى النقطة 95، وده طبعا ما حصلش قبل كده خالص في تاريخ بطولات الدوري، وهيكون أكبر عدد من النقاط في موسم واحد. يعني المباريات المتبقية تقدر توصل من خلالها للنقطة 95 لو قدرت تفوز فيها كلها بإذن الله تعالى. الأهلي كمان يحتاج ل 13 هدفا ليكسر رقمه السابق بتسجيل 75 هدفا في موسم واحد. أنت دلوقتي أعتقد عندك 63 هدف حتى الآن، فتقدر قدامك فرصة إن شاء الله خلال الجولات المقبلة إنك تكسر الرقم ده، خصوصا في ظل القدرات الموجودة في الفريق واستراتيجية وفكر مستر ريني فايلر الهجومي دايما وإحراز عدد وافر من الأهداف في مختلف المباريات طبق الظروف كل مباراة. يعني خلينا كمان نروح لرقم آخر، يمكن للأهلي كسر رقم يملكه مع الزمالك وتحقيق 26 انتصار في الدوري. الاهلي حتى الان حقق 23 انتصار، يعني الاهلي والزمالك عندهم 26 انتصار في بطوله دوري واحد، الاثنين بيتساووا كرقم يعني حصل قبل كده. لكن الاهلي عنده فرصه، هو حتى الان وصل ل 23 انتصار، عنده فرصه كمان ان هو يكسر الرقم 26 باذن الله. اخر حاجه كمان، اذا نجح الشناوي وده شيء مهم جدا في خروج بشباك نظيفه في 5 مباريات قادمه، سيصبح اكثر حارس حافظ على شباكه خلال موسم واحد في الدوري برصيد 24 مباراة. حتى الآن محمد الشناوي بيمتلك 19 كلين شيت، وده أمر مميز جدا لمحمد الشناوي. طيب خلينا نروح لمراسلنا في مختلف مقرات النادي الأهلي. هنروح لمحمد توفيق زميلنا العزيز من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزميلتنا العزيزة كمان هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. يا محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا كريم. أهلا بيك يا أمير، مساء الخير، برحب بيك وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. معاك من هنا من فرع النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة لمتابعة ورصد الأجواء قبل انطلاق مباراة الأهلي والاتحاد في إطار مباراة الأسبوع 27، واللي بننتظر كلنا بإذن الله تحقيق النادي الأهلي الفوز وتحقيق 3 نقاط والوصول للنقطة 74،
والاحتفاظ بلقب الدوري وتحقيق اللقب الثاني والأربعين إن شاء الله، ليبقى درع الدوري العام في مقره الدائم والمفضل بالنادي الأهلي بالجزيرة. يمكن يا أمير الصورة باينة من ورايا، إقبال كبير جدا من الأعضاء هنا اللي حريصين إن هم يشاهدوا المباراة إن شاء الله من النادي الأهلي بالجزيرة هنا، وبإذن الله ونحقق الفوز النهاردة والثلاث نقاط، وكمان يحتفلوا ويكونوا حريصين بالاحتفال من داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي هنا بالجزيرة. الإقبال الكبير دوت قوبل من الإدارة التنفيذية بمجهود مضاعف، كانت حريصة جدا عشان توفر كل سبل الراحة والأمان لجميع الأعضاء المتواجدين داخل الفرع هنا. يمكن بداية كده لما تيجي تخش من على الباب، إجراءات احترازية، قياس درجة الحرارة، المرور بموضوعات التعقيم، الحرص التام على ارتداء الكمامات لجميع رواد النادي، مجهود أكثر من رائع إن شاء الله يكلل اليوم إن شاء الله بتحقيق الفوز والثلاث نقاط والوصول للنقطة 74 وتحقيق اللقب الثاني والأربعين إن شاء الله. يمكن كمان عشان التباعد الاجتماعي وتوفير السبل للراحة والأمان للأعضاء الموجودين هنا داخل الفرع، تم وجود أكثر من شاشة بخلاف الشاشة الرئيسية الموجودة خلفنا في الصورة، تم وجود أكثر من شاشة في أكثر من ركن من أركان النادي هنا في الجزيرة علشان يكون في سهولة ويسر في متابعة المباراة، ويا رب يكلل مجهود كل الناس سواء هنا في النادي أو إن شاء الله في الملعب سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداري إن شاء الله بالفوز بالثلاث نقاط وتحقيق اللقب المفضل لجماهير النادي الأهلي واللقب الدوري العام، ليبقى درع النادي الأهلي إن شاء الله داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنا المقر المفضل لدرع الدوري. أمير معاك لو في أي استفسار. طيب خلينا نروح لهنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه من مقر الاهلي بالشيخ زايد. برحب بيك يا هنا، وقول لنا كل الاجواء عندك ما قبل انطلاق مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد. مرحب بيك يا امير، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه ان الاجواء هنا في نادي الاهلي فرع الشيخ زايد اكثر من رائعه، في حماس طبعا زي ما زميلي محمد توفيق قال، كل الجمهور منتظره المباراه. لو فاز النادي الاهلي هيتم حسم البطوله ال 42 للنادي الاهلي، وهيكون الدرع في النادي السنه الخامسه على التوالي فرع الجزيره. طبعا حابة أقول أن الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي منتظرين بداية المباراة، يعني بشكل أخص حوالين الشاشة الكبيرة منتظرين بداية المباراة. لكل الأعضاء اللي حابين يتواجدوا في النادي، حابة أطمنكم أن كل الإجراءات الاحترازية متاخدة، بيتم التعقيم على البوابة بشكل كامل، وكمان كل المسافات متاخدة بين الأعضاء لسلامة صحتهم بإذن الله. إن شاء الله كلنا نفرح النهاردة يا هنا. أنا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي بمقر الجزيرة، وأيضا بشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة النادي الأهلي بالشيخ زايد، وقالوا لنا كل الأجواء قبل انطلاق مباراة اليوم الهامة جدا لحسم بطولة الدوري الممتاز بإذن الله. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الترند. يلا بينا. طيب مكملين مع حضراتكم في ترند الأهلي، ووصلنا لصفحة ماجيكانو على فيسبوك، واللي بتوجه رسالة للاعبي الفريق قبل مباراة اليوم وبتقول مش عايزين مفاجآت النهاردة، عايزين نخلص الليلة دي أو نخلص الليلة دي، يعني على حسب التشكيل طبعا مفيش تشكيل هنا، لكن في كل الأحوال احنا عايزين نكسب البطولة صح النهاردة ونخلص بطولة الدوري ونحسم ملف مهم جدا من الملفات اللي مركز عليها الجهاز الفني واللاعبين. طيب دي كانت رسالة صفحة ماجيكانو، لكن لسه في أكيد رسائل أخرى، وده من خلال الأهلي فانز على فيسبوك، واللي بيقوله بعد حسم الدوري المصري كالعادة الموسم الماضي أمام المقاولين إن شاء الله مشهد يتكرر النهاردة، في إشارة للصورة اللي هم حاطينها في حسابهم على إنستجرام. إن شاء الله نفرح النهاردة كلنا ويكون تتويج مميز وأداء كمان يكون مميز زي ما متعود دايما جمهور الأهلي تحديدا بعد الشكل اللي شفناه في مباراة الإسماعيلي. خلينا نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك، واللي بيقول ان الاهلي يدعو مؤمن زكريا لحضور حفل التتويج بالدوري ويهديه اللقب. اكيد هيكون اللقب مهدى لنجم من نجوم النادي الاهلي مؤمن زكريا، اللي بنتمنى له يا رب الشفاء والعوده للملاعب، وكل الجماهير بتأزره وبتسنده، وان شاء الله باذن الله قريبا يكون كويس ويقدر يكون موجود وسط زملائه ووسط جمهوره اللي بيحبه جدا. اكيد كمان مؤمن هيكون متواجد ان شاء الله في الاحتفال او الاحتفاليه اللي هتكون خاصه ببطوله الدوري الممتاز، سواء كانت مع اخر مباراه امام طلائع الجيش او حتى لو كانت في احدى الفنادق، ده هنشوفه. حتى ممكن الاهلي كمان يعمل احتفال خاص بهذا اللقب الغالي. ده بخصوص اليوم السابع. خلينا نروح لاخر ترند معانا في ترند الاهلي، فلاش كوره، بيقولوا ان بيقدم تحديدا أرقام لعلي معلول هذا الموسم، لاعب 30 مباراة، سجل 8 أهداف، صنع 8،
صناعة فرص 34، قطع كرات 169، عرضيات صحيحة 42، وتسديدات 25. طبعا علي معلول يعني لعيب كبير جدا ومميز، احد العناصر المهمه جدا في تشكيله النادي الاهلي، ونتمنى له الاستمراريه. دلوقتي جه ميعاد الفقره الاخيره واللي بتخص جمهور الاهلي وتفاعلهم على توقعاتهم لنتيجه المباراه النهارده من خلال صفحات القناه المختلفه. توقعات محمد جو قال ايه؟ قال في مباراه ولا اروع، يفوز الاهلي على الاتحاد 2-0 ان شاء الله ويحسم الدوري عنده النقطه 74، يا رب المباراه تعدي بدون اصابات باذن الله. بيبو الصعيدي قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. ضياء نبيل قال اتوقع فوز الاهلي ان شاء الله 2-0، وصلنا لنقطه 74 وده رقم شهداء الاهلي بالتوفيق ان شاء الله. طبعا رقم غالي كلنا علينا كلنا بكل تاكيد، ربنا يرحمهم يا رب. كمان ام زياد راغب قالت 3-0 للاهلي ان شاء الله، حبيبه قالت 2-0 للاهلي باذن الله، محمد فايز قال 3-0 للاهلي. لسه في كمان توقعات اخرى، محمد مصطفى قال ان شاء الله 2-0 للاهلي، نبيل احمد الصباغ قال 4-0 للاهلي، واحمد محمود قال 2-0 للاهلي. دي كانت توقعات جمهور النادي على صفحات القناه المختلفه بخصوص مباراه الحسم النهارده مع الاتحاد السكندري في تمام الساعه 8:30 مساء على استاد الجيش وبرج العرب. قبل ما اختم معاكم، دعواتنا كلنا باذن الله ومؤازرتنا ومساندتنا لفريق الاول لكره القدم في مباراه اليوم عشان يقدر يحسم اللقب رقم 42 في تاريخ بطوله الدوري تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويضيفه لدولاب بطولاته المليء والمليء بالالقاب المختلفه، ويتفرغ لما هو قادم واهم وهو التحدي الافريقي. تخلص مباراه اليوم ونحتفل كلنا باذن الله تعالى، وعندنا ثقه كبيره جدا في الحسم من خلال مباراه النهارده. كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، واستنونا في حلقات اخرى من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.